السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مستمعينا الكرام، ناخذ معنا مكالمة أخرى من مدينة مكناس. معنا بن ناصر، السلام عليكم ورحمة الله. لاباس. صباح الخير سيدي. كيف حالك؟ بخير. الله يسلمك، بارك الله فيك سيدي. الحمد لله. الله يسلمك يا سيدي، انتم بخير؟ الحمد لله. ودي اسمح. مرحبا بك يا سيدي. مرحبا. بارك الله فيك. انا محمد ذاتك غدا معايا عليا ناصر، عندي 35 عام وتقريبا 8 سنوات وما ظل ما بقيتش بالوليدات. شحال هادي باش تزوجتي سي بن ناصر؟ 8 سنين. ما شاء الله 8 سنين. باقي ما يسترش الله تعالى وليدات؟ مازال ما شافش الله. ما شاء الله. والامور مشيتي عند طبيب السي بن ناصر؟ شفتي الطبيب؟ مشيت عند الطبيب. واه مشيت، ما خليت لي ما مشيتلوش. مازال ما شافش. انت والزوجه بجوجكم مشيتوا؟ اه بجوج بينا. هو طبيب متخصص؟ لا مشيت طبيب متخصص. اه متخصص. ياك متبعين الحمد لله الامور، كل شيء غاديه بخير وعلى خير؟ كل شيء بخير الحمد لله. الساعه غير دابا تصلوا يلاه والدعاء ديالكم ان شاء الله. بارك الله فيك سي بن ناصر. داعي مع جميع الامه المسلمه وداعي مع واحد الوالده عيانه واحد شويه. الله يحفظك الوالدين. لا اله الا الله. راني دايرك ولي سمحت نمشي. بارك الله فيك سي بن ناصر. ودابا الى رزقك الله تعالى الوليدات، واش غادي تعاود تتصل بنا مره اخرى ولا لا؟ ضروري يا شيخ خارج. ياك ايوا راه غادي نتسنى مكالمتك، غادي نتسنى المكالمه ديالك سي بن ناصر. شوف ما غادي يكون غير خير سي بن ناصر باذن الله تعالى. ان شاء الله غادي تفيدك ان شاء الله. بارك الله فيك سي بن ناصر. بارك الله فيك سي بن ناصر. شكرا لك. نشكرك بزاف على التواصل سي بن ناصر. هذا واجب سي بن ناصر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا سي بن ناصر. فكرتيني في واحد صديق. هو واحد السيد، يعني ما كنتش كنعرفو طبعا، ولكن من بعد ولات بيناتنا واحد الصداقه. هذا السيد سبحان الله العظيم كان جا عندي وجا هو والزوجه وقال لي بلي الزوجه ديالو ما كتولدش، وكانت الما كتحمل بمجرد ما كتوصل شهرين بالضبط تحديدا، يعني كيكون تيوقع اجهاض، يعني كيسقط هذاك الجنين. قال لي الله يخليك بغيتك دير لي الرقيه لهذ السيده هذه، راني عييت من انتها عند الفقهاء وعند كذا الى اخره. فسبحان الله العظيم قريش بركه القران، والله ما فت المعوذات، شهد الله عز وجل ما فت المعوذات، فاذا بها يعني تستفرغ، يعني استفرغت واحد الماده من البطن ديالها، نسال الله السلامه والعافيه. كان عندها مسكينه سحر، واقسم ذلك الجني لا يعود، يعني مباشره، يعني قال انا غنخرج، واستفرغت يعني ما في بطنها، يعني واحد الماده، نسال الله السلامه والعافيه. وبعد ذلك ذهبت تلك السيده هي ورجلها، اذكر انه كان استاذ في منطقه سيدي افني. سبحان الله العظيم، مرت تقريبا شي عام هكاك او اقل، كيجيني واحد الهاتف كنجاوب عليه، تيقول لي انا فلان، كنت جيت عندك انا والزوجه ديالي، وبلي مرة كانت واحد الرقيه سريعه جدا واستفرغت، وقلت لك بلي راه السيده عندي ما كانتش كتولد، ودابا بغيت نقول لك بلي راها الزوجه ديالي راها الان يلاه وضعت لي التو، باقي ما خبرت حتى شي واحد، معايا هي الوالده، باقي ما خبرت حتى شي واحد، بغيت نخبرك انت الاول. وبقى مسكين كيدعي معايا وقال لي جزاك الله خيرا. انا طبعا فرحت، لان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ولا ان امشي مع اخي في حاجه حتى يقضيها احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله انفعهم سرور تدخله على قلب المؤمن. فلما تكلمت معايا سيدي بن ناصر، يعني سبحان الله العظيم، يعني تذكرت هذه القصه، واسال الله عز وجل في هذه الساعه ان يعيدها علينا. اسال الله تعالى ان يعيد علينا هذه القصه مره اخرى معك. اسال الله عز وجل ان يرزقك الذريه الصالحه. انا بغيت المستمعين كلهم يرفعوا يديهم واسالوا الله عز وجل بقلب خاشع. ثم كتعرفوا مستمعينا الكرام ان الزواج
سبحان الله العظيم احيانا يستقر ويثبت بالابناء. فلعل السيد ناصر هو اللي اتصل بنا وقال لنا يعني خوتي بغيتكم تدعيوا معايا، راني بغيت الوليدات. ولا شك ان الزوجه ديالو كذلك هي يعني حتى هي يعني ربما يعني تتاسف، وربما هي خائفه تقول ربما المشكل مني انا، كيفاش نكون انا سبب ان هذا الراجل تمنع من الابناء. واكيد ان هذا الامر مشوش، وهذا طبعا يعني الله عز وجل قال في القران يعني هذا من طبيعه الانسان. الله عز وجل قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا، المال والبنون زينه الحياه الدنيا. فلا شك ان الابناء هذه زينة الحياة، الشيء الطيب في هذه الحياة هو الأبناء. يكون عندك أبناء سبحان الله من الصغر أنت كتشوف فيه كيكبر وتيكبر وتيكبر، وكتقول بغيت يكون طبيب، بغيت يكون فقيه، بغيت يكون مهندس، لا بغيت يكون بوليسي، يعني بغيت ندي معايا لما يكبر ندي معايا هنا نخرج معايا هنا. يعني سبحان الله العظيم غالبا كتلقى الزوج كيبغي الولد والأم الزوجة كتبغي البنت. فاحنا كمسلمين يعني قلوبنا كما قال الله تعالى بعضكم يعني القلوب بعضها على بعض. فنسأل الله عز وجل جميعا أجمعين، نسأل الله تعالى في هذا الصباح المبارك في بداية هذا الأسبوع الجديد، نسأل الله تعالى أن تكون حياتك بدايتها جديدة مع هذه المكالمة، مع حمل جديد إن شاء الله تعالى، واستقرار وولادة وأبناء بإذن الله تعالى، أن يعينك الله عز وجل عليهم. يا رب ارزقهم الذرية الصالحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة يا رب كما رزقت زكريا ولم تمنعه الذرية. يا رب فلا تمنع أخانا هذا الذرية الصالحة يا رب العالمين. يا رب إنك أنت الوهاب، يا رب إنك أنت الوهاب، يا رب إنك علمتنا في القرآن أن نسألك أن تهبنا الذرية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يا رب فهب لهذا الرجل ذرية صالحة واجعلها قرة أعين تقر بها عينه وتقر بها عين زوجته وتقر بها عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رب العالمين وفق كل امرأة لا تلد، وفقها لي الذرية الصالحة. يا رب قد علمتنا في القرآن أن الذرية ليس من شرطها سلامة الآلة بل حتى مع فساد الآلة. يا رب إنك ترزق الذرية، ولذلك علمتنا أن نسألك الذرية بلفظ الهبة، فالهبة هي استعطاء الشيء بغير مقابل وبغير اتخاذ سبب له. وقد وهبت زكريا الذرية مع فساد الآلة آلة الإنجاب، ووهبت إبراهيم الذرية مع فساد الآلة. يا رب العالمين أنت الذي تهب الذرية مع فساد الآلة، لا يخفى عليك وليس بعزيز عليك أن تهب الذرية مع سلامة الآلة. فهذا من باب أولى وأحرى أن يستجاب له يا رب العالمين. فيا ربنا يا كريم لا تحرمه أمنيته يا ذا الجلال والإكرام، لا تحرم كل أم وكل أب الذرية الصالحة، الولد الصالح الطيب، وبارك فيه يا رب العالمين، واجعله قرة عين له ولجميع المسلمين، وفرح بهم يا ربنا نبيك المختار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.